شهدت فعاليات مهرجان العالمين الجديدة نجاح كبير لمسرحية الشهرة، واللي قدمت رؤية جديدة للشباب وطموحاتهم. المسرحية من إخراج المبدع خالد جلال، وقدمت فرصة ذهبية لمجموعة من الشباب الموهوبين لعرض موهبهم أمام جمهور واسع. معنا دلوقتي الفنانة شاري أشرف، أحد أبطال مسرحية الشهرة. مساء الخير عليك يا شاري. أهلا بيكي. أهلا وسهلا. شاري، إحساسك إيه قبل أي حاجة كده وأنت بتقدمي قدام جمهور كبير، جمهور العالمين؟ أنا سعيدة وفخورة جدا وشرف كبير ليا إن أنا أقدم عرض قدام الجمهور الكبير ده في مهرجان العالمين في دورته الثانية. مبسوطة جدا الحقيقة، مش عارفة أوصف شعوري. شاري، يعني خالد جلال معروف إن هو بيخرج أجيال، وخليني اقول ناس ناجحين جدا جدا نجحوا من بعد خالد جلال، مش بس في التمثيل. يعني انا عارفه ان احمد طارق يحيى اصلا تلميذ خالد جلال، مليجي تلميذ خالد جلال لو انا مش غلطانه في مليجي يعني، بس احمد اكيد. وفي كتير كتير ابدعوا في يمكن مجالات تانية حتى غير التمثيل. بيعمل ايه خالد جلال؟ يعني عايزه اعرف الشطاره اللي انتوا فيها دي بتبقى سببها ايه؟ استاذ خالد جلال ليه فضل كبير علينا جدا، بالذات انه حتى المسرحيه دي كمان كلها من خريجين او طلاب ورشه مركز الابداع الفني تحت قياده استاذ خالد جلال. هو مش بس بيعلمنا الفن او التمثيل او عنده رؤيه اخراجيه مختلفه عن باقي المخرجين، هو كمان اب وسند ودايما موجود علشان كل الناس، دايما مستمع ودايما متفاهم. وهو في الاول وفي الاخر بيسيبنا نبدع، بيسيبنا نقدم اللي عندنا، وهو يقدر ان هو يصلح فيه، يغير فيه، يشيل، يحط اللي هو عايزه، لان دي رؤيته الخاصه اللي دايما عمرها ما فشلت ان هي تبهرنا كلنا. مهرجان العالمين السنه دي ضم مسرحيات واعمال مسرحيه، في الشهره، في التلفزيون، في السندباد، في العديد من المسرحيات اللي هتبقى يعني اللي سواء اتقدمت او لسه هتتقدم في المهرجان. رايك ايه في تقديم او ضم الاعمال المسرحيه للمهرجان السنه دي؟ انا الحقيقه سمعت عن المهرجان كتير قوي وعن العروض المقدمه وعن الاحتفالات والحاجات اللي بتحصل، ودي بجد حاجه مبهره ومشرفه جدا لمصر والوطن العربي. وانا ليا شرف كبير جدا ان انا اشارك في عرض الشهره في مهرجان العالمين، خصوصا انه العرض ده ما كانش فيه ابطال، كلنا يعتبر وجوه جديده، كلنا شباب، كلنا من ورشه مركز الابداع الفني. فده كان الباتل بيننا وبين نفسنا، حتى ان احنا نقدم افضل ما عندنا واحنا اسره، مجرد اسره عايزين نطلع بافضل صوره ممكنه عندنا، والحمد لله يعني ما فشلناش. طيب دايما اي تجربه بنمر بيها بتغير فينا حاجه، بنكتسب مهارات جديده، ايه اللي اتغير فيكي بعد عرض مسرحيه الشهره في المهرجان؟ انا عارفه انه لسه بدري قوي، بس يعني ايه اللي انت تقدري تحطي ايدك عليه دلوقتي تقولي انا حاسه مثلا انه حلو ان انا اقدم قدام جمهور كبير، انا حاسه ان انا احسن في الحته دي؟ يعني ايه اللي اتغير فيكي بعد عرض المسرحيه في المهرجان؟ الحقيقه هو ان احنا اعتقد كلنا يعني عندنا رهبه ان احنا نطلع قدام جمهور كبير جدا لايف. الواحد بيبقى متوتر وبيبقى خايف وساعات ممكن يتلعثم او اي حاجه من دي، بس اللي حفزنا واللي خلانا ان احنا نطلع بصوره كويسه فعلا هو الضجه المعموله على المهرجان، اللي انا نفسي دي انا انبهرت بيها، لانه فعلا فعلا العرض ما شاء الله سمع جدا، المهرجان سمع جدا، دي حاجه كانت مشرفه لينا جدا، احنا كلنا ممتنين بيها. فانا عمري ما هنسى كل لحظه وقفت فيها على خشبه المسرح ده، لان انا ممتنه جدا لكل لحظه فيهم. يعني في الحقيقه ده الدور الحلو قوي اللي بتعملوه الشركه المتحده دايما، ان هي بتدعم الشباب ايا كان هم بيعملوا ايه بالظبط في المجال الفني. دي كانت فرصه كويسه جدا طبعا، وعايزه اقول انه انا متاكده يا شاري انه هنشوفك الفتره الجايه في اعمال كبيره قوي ان شاء الله. يا رب هتمضي اعمال كبيره ان شاء الله. فنانه شاري اشرف، احد ابطال مسرحيه الشهره، مبروك وبنشكرك. شكرا لك. شكرا لذوقك. ميرسي. لسه كلامنا مخلص عن مسرحيه الشهره اللي حققت نجاح كبير جدا في مهرجان العالمين. معانا كمان احد ابطال مسرحيه الشهره الفنان محمد عادل. مساء الفل عليك يا محمد. خير يا فندم، ازي حضرتك؟ محمد، عايزه اعرف دورك في المسرحيه كان عامل ازاي؟
دوري كان واحد من الطلبة اللي بيدخلوا الأكاديمية اللي هم عايزين يحققوا حلمهم واللي هم يسعوا ويتطوروا من نفسهم ويوصلوا حلمهم دوت للناس كلها. والحمد لله يعني بفضل ربنا وفضل أستاذ خالد احنا تعبنا جدا في المسرحية ديت، ويعني احنا كنا عارفين ان اي عرض تبع أستاذ خالد جلال ويكون من إخراجه ان العرض دوت بينجح ويلاقي نجاح كبير جدا، بس العرض ده فعلا احنا كلنا انبهرنا برد فعل الناس كمان. احكي لي بقى عن رد الفعل ده وانتوا كده اون ستيج وشايفين الجمهور بيحضر، لانه انا اللي اسمعه يعني انه دايما الفنانين بيحبوا قوي المسرح عشان كده، انه رد الفعل بيبقى وقت يعني حالا احنا بنشوف الناس حاسه بايه في ساعتها. احكي لي عن رد فعل الجمهور كان عامل ازاي؟ هو رد الفعل كان يعني مفاجئ لينا وحلو جدا، وخصوصا كمان اهل العالمين نفسهم. اهل المدينه نفسهم اللي هم اتبسطوا جدا، وناس يعني ديت كانت اول مره، يعني انا بمثل مسرح من 2010 وكانت اول مره اعرض خارج نطاق القاهره. فكان بالنسبه لي لا، الناس هناك رد فعلها حلو جدا والناس اتبسطت جدا، حتى احنا لما خرجنا بره والناس بدات تتصور معانا وبيسالونا طبعا هنعرض تاني امتى، والاطفال لانهم بيغنوا الاغاني، فدوت يعني حاجة خلتنا بجد فرحانين جدا ومبسوطين جدا 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 والله. انت خريج انهي دفعة من مركز الابداع؟ لا انا لسه طالب في الدفعة الثالثة دلوقتي في مركز الابداع الفني في دار الاوبرا. يعني ده الجميلة، بحس خالد جلال دايما بيهتم بالشباب انه دايما يعرضهم اول باول، انه يقدمهم في اعمال كبيرة. طبعا استاذ خالد كمان يعني من زمان، حضرتك دلوقتي لو فتحتي التلفزيون او نزلتي حتى في اي شارع في سينما هتلاقي كل واحد على البوستر او كل واحد في التلفزيون خارج من تحت ايده. انا عارفه هو في ناس ابدعت في مجالات كثيره قوي في الحقيقه. يعني قد ايه مهم فكره انه الدعم اللي بنلاقيه من الشركه المتحده كمان، عايزاك تكلمني عن الموضوع ده في تقديم الشباب الصغير. جدا بصي، هو احنا يعني انا شخصيا واحنا كلنا كفريق عرض مسرحيه الشهره بنشكر الشركه المتحده جدا على الدعم اللي كانت بتدعمهم يعني لينا هناك، وحقيقي فعلا يعني والله لو كنا محتاجين ايه كانوا بيجيبوه وكانوا معانا، وفعلا كلنا حتى اول مره تحصل، يعني انا اشتغلت كذا حاجه اول مره تحصل اللي انا الاقي كلنا كانتاج وكممثلين وكلنا عارفه حضرتك عيله واحده. طب يعني اللي جاي ايه يا محمد؟ ممكن نشوف اعمال تانيه قريب ليكو؟ باذن الله احنا هنا في عرض في مركز الابداع، عشان احنا هنا في الدفعه منقسمين الى جروبين. في عرض دلوقتي شغال برضو اخراج استاذ خالد جلال، واحنا باذن الله بعد كام شهر هنعمل عرض التخرج بتاعنا. باذن الله هنا في المركز في دار الاوبرا يعني. ان شاء الله الفنان محمد عادل احد ابطال مسرحيه الشهره، كل التوفيق ليك وان شاء الله تكسروا الدنيا في الفتره اللي جايه. وزي ما اتكلمنا انه يمكن ده الحلو قوي اللي احنا دايما بنشوفه، التنوع الكبير في الفعاليات المختلفه اللي بيقدمها مهرجان العالمين، والنوع المسرحيه يعني النهارده في انواع من المسرح اللي بيقدموه نجوم كبار جدا، لكن في نفس الوقت في دعم للشباب الصغير اللي لسه عايز يطلع ويمثل وياخد فرصته، وده الجميل اللي احنا شفناه في المهرجان.